حياكم الله. الله يعطيكم العافية ويبارك فيكم. كيف الحال أستاذ علي؟ الحمد لله، اللهم لك الحمد. إن شاء الله يحفظكم ويبارك فيكم. المستمعين والمشاهدين يكونوا الكل بخير وجناكم بخير. الله يخلي لي إياك أستاذ علي. يعني خلال اليومين الماضيين وحتى اليوم يعني في الصباح شاهدنا عدة فيديوهات، ربما إذا استطعنا أن نعرض جزء منها أثناء حديثنا. العديد من المركبات سواء كانت ثقيلة خفيفة كانت بحالة تزحلق على الثلج وتعثر، يعني حالة التغريز التي حدثت وسط كومات الثلج في مناطق مختلفة من إسطنبول. هذا الأمر أدى إلى وجود حقيقة خسائر سواء بالسيارات، حالة قلق، حالة خوف، كركبة، تأخر عن العمل كما حدث معي بالأمس حقيقة. لكن يعني الجدير بأن نذكر ماذا يتوجب علينا أو على أصحاب المركبات، إنه ما هي الاحتياطات، ما هي التدابير اللي لازم ناخدها بعين الاعتبار كل واحد بمركبته. نعم، أولا الدوائر الحكومية المختصة في الأمر يعني دائما عندها من أول شهر 12 أعتقد لازم يكون في تبديل للإطارات الشتوية. تمام، الإطار الشتوي جدا جدا ضروري، ما معه يعني أي تهاون، لأنه هو يختلف عن الإطار الصيفي. الإطار الصيفي مجرد سقوط الثلوج ودرجة حرارة قريبة من التجمد بصير كل السيارات تتعرض للانزلاق. طيب، وفي مع الإطار الشتوي في حال العواصف الثلجية الشديدة ممكن شراء سلاسل الدواليب، أو شراء في الآن مادة جديدة بيستخدموها بيغلفوا فيها الدواليب وتمنى جدا رخيص، يعني ما بتجاوز تغليف الدولاب قصدك؟ يعني نعم نعم نعم، تركيب بيجي مثل غطاء. طيب، غطاء للدولاب ويستعمل بسيط جدا، يعني بيقوم بعمل السلاسل، نفس عمل السلاسل، هذا بيساعد جدا جدا من عدم انزلاق السيارة. أيوة، طب يعني هل اسم هذه المادة يعني حاضر في ذهنك أستاذ علي مثلا؟ لا لا، هي مثل السلاسل، جنزير بالعامية بقولوا له. تمام، وفي مادة الآن يعني لو أي شخص حابب أنه يقتنيها أو يشتريها بتوجه لمحل زينة السيارات موجودة، يعني بيقول له هذا البديل. أنا ما بتحضرني اسمه والله بالضبط. تمام، هي يعني كأنك عم تغطي أنت الدولاب، مادة مثل بلاستيكية تقريبا. أي يعني بتغطي الدولاب فيها فبيصير كأنه مثل عمل الجنزير. بالضبط بالضبط بالضبط، وشكله أسلس من الجنزير وأحلى من الجنزير، وبتقوم بأداء رائع جدا جدا. طيب الآن أستاذ علي، يعني ربما أيضا بعض الأدوات الأخرى قد يحتاجها الشخص، يعني إضافة للإطارات، هل هناك بعض الأدوات الخاصة التي ممكن أن يتم استثمارها أو استخدامها في حال موضوع الثلوج مثلا؟ ما في أدوات، ما في للأمانة ما في أدوات إلا أنت تكون محطاط بسيارتك. مثل شو هاي الأدوات؟ يعني أهم الأدوات اللي لازم برأيك تكون مع الواحد بالسيارة في حالة الثلوج؟ هلا تكون اهم بالبدايه، رح تبدا انت بالبدايه انه تكون انت معتني بسيارتك. تمام، تكون مشيك انت على الدواليب وعلى ضغط الهواء في الدواليب، هذا شيء مهم جدا جدا. ايوه، ضغط الهواء، الهواء يكون مثالي. كل سياره لما تفتح باب السائق في عليها بلاك صغيره مكتوب فيها يعني معلومات كافيه انه كل دولاب كم لازم يكون في عليه ضغط الهواء، يكون مثالي 32 33 35 حسب السيارة. نعم، وما يستهتر، الرجاء الرجاء الإنسان لا يستهتر لا صيفا ولا شتاء، يعني بموضوع أنه يكون الدواليب جدد، يعني والله هي أرواح أشخاص. صحيح صحيح، والشغلة يعني أنا برأيي المتواضع أهم شغلة في المركبة هي الدولاب. نعم نعم، يعني ما تستهتر فيه، أرواح عيلتك، أرواح أطفالك، أرواح أحبائك، روحك أنت بالسيارة اهتم. نعم، فيها يا أخي. صحيح، يعني ما هذا استهتار لا صيفا ولا شتاء. نعم، الدولاب لازم يكون بحالة صحية جيدة جدا جدا، يعني وتكون مناسب الهواء فيه. هلأ وياخذ الحيطة والحذر، يعني موضوع الانزلاقات. نعم، أو موضوع سهل. طيب أستاذي، في حال سيارة تعثرت غرزت، هل في أرقام من خبرتكم واحد ممكن يتواصل معها طلبا للإمداد للإنقاذ النجدة، أنه قاعد أنا وتغرزت السيارة؟ هلا ما في غير اتصال على دوريات الشرطة، هي بتقوم بالمساعدة. يعني ممكن واحد يتصل دورية الشرطة مثل ما تفضلت اللي صار معك مبارح، صار عنا بالمنطقة ببشاك شهير فعلا، حتى السيتا عنا أغلقت تماما.
صحيح. يعني الامر بالاعصارات بيكون بالاعاصير والثلوج هي الكثيفه بيكون فعلا مقلق وصعب. يعني حتى يعني ما شاء الله البلديه ما عم تلحق، ما شاء الله الجرافات شغاله، رش المي شغال، بس نحن كمان لازم نحيط بالحذر. ما في يعني ادوات، ممكن تحط كريك صغير بالسياره، ممكن تحاول تساعد نفسك. بس اهم شيء عدم الاستهتار، ابقاء مسافه امان دبل. يعني انت بالاوقات العاديه انه انت بتترك مسافه امان 30 متر، يا اخي خلي 100 متر. صح صح. والقياده على مهل، لكن تفضل قود على مهل، وابتعد عن السيارات الشحن الكبيره، ابتعد عنها قدر الامكان. والله هي حتى بالظروف العاديه لازم واحد ما يمزح. بالضبط بالضبط. طيب يعني الامر مو سهل استاذ علي. يعني السيارات التي ربما تتضرر بسبب العواصف، يعني حاله تزحلق، حاله تغريز، يعني صار في ضرر بالسياره، اتلاف، ربما البادي تبع السياره بسبب تساقط الثلج بقسوه ربما ينطعج مثلا او شيء، التامين هون يعني في شيء بيغطي التامين بهذه الامور، ام هي لا نحن ما لنا علاقه، هي ظروف بيئيه خارجه عن ارادتنا؟ هلا هذا الامر بيرجع لبوليصه التامين. هي هل هي البوليصه قابله للكوارث؟ فهون يعني انت لازم تكون عاملها اول. بالضبط، بدك ترجع لخبير تامين، لانه بوليصه التامين بجوز تكون مستثناه من الكوارث، سواء كان فيضان، سواء حريق، او الى اخره. ايوه، لانه كل بوليصه التامين للسياره منفصله عن الاخرى، ممكن تكون بوليصتك مع شركه التامين تستثنى منها الكوارث. يعني نحن نسأل الله سبحانه وتعالى دائما اللطف في حالة الكوارث. أستاذ علي الشهابي، مدير شركة الشهابي لتجارة السيارات، لك جزيل الشكر والتقدير على هذه السلام للجميع، والرجاء الرجاء الحرص الشديد، والله يحفظكم جميعا ويحفظنا جميعا. آمين آمين جميعا. أشكرك مرة أخرى أستاذ علي، حياك الله. إذا